السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي، لكن اليوم مو معرض عماد الدين، اليوم في معرض المهرجان جاري. طبعا كثير من الأخوة طلبوا السيارة هيونداي أزيرا فول كامل، الحمد لله توفرت معانا، لكن زي ما تشوفون 2016 فيها مواصفات حلوة وكثيرة، نتكلم عنها ونتكلم عن أهم المواصفات. طبعا نبدأ نصور السيارة من الخارج. طبعا نفس مواصفات 2017 تماما، ما في اي فرق. نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. طبعا بما انها في الكامل فمحركها 3300 سي سي جي دي اي 6 سلندر في 6 بالنسبه للجير اوتوماتيك من 6 سرعات، نظام الدفع فهو دفع امامي. المواصفات الخارجيه للسياره زي ما تشوفون عندكم انوار ليد، برضو فيها انوار زينون، عندكم كشافات ضباب بلاك بيري، عدد 4 حساسات اماميه، جنوط المنيوم مقاس 19 انش بالاضافه الى سقف بانوراما، اشارات بالمرايه زيجو كروم جانبي، مقابض ابواب كروم. نجي الى خلف السياره وزي ما تشوفون اخوان الكرام شكمانين بالاضافه الى 4 حساسات خلفيه، وهذا شعار 3.3 جي دي اي، وعندكم كشاف ضباب خلفي نفس 2017 زي ما انتم ملاحظين. نجي لبطاقه الوقود حق السياره. عندكم السياره طبعا سعه المحرك 3.3 لتر اوتوماتيك نوع هيونداي ازيرا 2016، كل لتر بنزين تمشيك 12.40 متر تقريبا. تقييم السيارة السيء لأنها بالنسبة لهم سيارة سيدان، لازم تكون أكثر اقتصادية. السيارة طبعا أخوان الكرام زي ما تشوفون دخول ذكي، وهذه هي مقاعد جلد بيج زي ما تشوفون. بسم الله. هذه السيارة من الداخل نصورها لكم، نتكلم عن مواصفاتها، خاصة أنه قبل كم يوم جبنا لكم الفئة اللي أقل منها. هذه الفئة التوب تعتبر، ينقصها فقط الرادار تقريبا والنقطة العمياء، لكن جميع المواصفات موجودة. هذه هي السيارة، زجاج كهربائي مع مراية كهربائية بخصية الطي، عندكم حتى زي ما تشوفون التخشيب حقت السيارة كاربو فيبر، طبعا للأسف شوي السيارة مغبرة كاربو فيبر. عندكم كراسي كهربائية الأمامية، عندكم هنا التحكم في مستوى الإنارة الداخلية، إنارة الطبلون وأنوار البانوراما تقريبا. طبعا هذا هي زي ما تشوفون، عندكم نظام الثبات الالكتروني هنا موجود، فتح الشنطة الخلفية، فتح غطاء التانكي، تحكم بدراكسون نظام الصوتي مع بلوتوث بالاضافة لمثبت سرعة، والتحكم في عداد الرحلات زي ما تشوفون. عداد الرحلات شاشة ملونة، فرق بينها وبين الفئة اللي اقل منها تيجي شاشة عادية. السيارة فيها شاشة ملاحة بالإضافة إلى كاميرا خلفية مع نظام صوتي انفينيتي بالإضافة إلى منفذ USB. السيارة مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، بالإضافة إنه السيارة فيها فتحة تكييف خلفية، وزي ما تشوفون هذا درج السيارة اللي فيه منفذ USB. سيارة جرانت كهربائي هولد زي ما تشوفون، عندكم تبريد وتسخين المقاعد الأمامية، عندكم ستارة خلفية كهربائية بالإضافة إلى ستائر جانبية يدوية، وهذه الستائر بعد شوي نفتحها لكم. طبعا المقاعد الاماميه كهربائيه، والسياره هذه مفاتيح دخول ذكي، تشغيل ذكي مع كارت ذكي زي حق الجينيسيس، وفيها انارات بانوراما زي ما تشوفون اخوان الكرام. هذه هي الانارات البانوراميه حقت السياره. هذه برضو فيها حمله اكواب، عندكم بالاضافه الى فتح التبريد في الدرج، وهذه تكايه السياره وهذا درج التكايه. عندكم برضو هنا منفذ طاقة، وبرضو عندكم هنا منفذ طاقة. سعر السيارة زي ما قلت لكم في حدود 108-107 آلاف ريال تقريبا، أو 108 آلاف. اللي حابب يتواصل مع المعرض نحط لكم الرقم حقه وحسابه في تويتر، موجود حيكون تحت عشان تتواصلون تسألون عن السيارة. والسيارة من الخلف هذه هي زي ما تشوفون التكاية، عندكم الستارة الخلفية، هذه أبرز المواصفات الموجودة في السيارة، بالإضافة أن السيارة فيها مراية تعتيم زي ما تشوفون، أنوار سقف LED نولع لكم كامل، هذه هي، وبرضه الشماسات عندكم فيها مراية وأنوار.
زي ما قلت لكم السيارة هذه فقط ناقصها الرادار والنقطة العمياء. جميع المواصفات اللي بالأزيرة موجود فيها، زي ما تشوفون الجلانت الكهربائي، التبريد، التسخين، الإرباقات الأمامية، الإرباقات الجانبية، توب التوب بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة. مواصفات السيارة الثانية، مواصفات الأمن والسلامة، تكلم فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، تراكشن، الجماعة يبغون يحرك شوي طبعا التراكشن، عندكم إرباقات أمامية وجانبية ورقبة السائق، حتى عندكم بالإضافة إلى أنه فيها حساس كفرات، وبرضو نفس يعني جاي نفس مواصفات 2017 على الفرق الفئات الثانية. أذكر كان سعر السيارة في حدود 123 في عام 2016، لكن 2017 أتوقع نزلت إلى 116 ألف بالنسبة لل 2016 زي ما تشوفون إخواني سعرها في حدود 108. سيارة حلوة جميلة، مواصفاتها حلوة، ماكينة جي دي آي اللي هي يسمونها حقن واحد أو حقن، ويعني مو متعدد ثابت يعني على طول البنزين على طول. السيارة ما توزع على البخاخات، ما أدري وش طريقتهم، لكن إنه تيجي عدد أحصنتها أعلى من العادي. توقع هنا توصل 290 حصان أو 285 290، الثاني 250 أو 260 حصان، والله أعلم. زي ما قلت لكم إذا غلطت في المواصفات فاعذروني، فزي ما قلت لكم مو بكل شيء أنا خبير فيه 200%، خاصة عدد الأحصنة ماني دقيق فيها، لأن مهما كان سبحان الله تيجي ماكينة زي الجموس الحين عندكم مكاين كثير 1005 2005 3005، وش تبي تلحق تحفظ فيهم؟ وتختلف كثير من سيارة لسيارة، زي الكامري ماكينة واحدة، جي ال اكس والجي ال ماكينة واحدة، لكن عشان هذه فيها شكمان الثاني شكمانين فرق حول 4 أحصنة أو 5 أحصنة. فالأحصنة أنت الأفضل تتأكد منها بالأول والأخير. طبعا نرجع لورا ونصور لكم الستائر الخلفية الخاصة بالسيارة. زي ما تشوفون هنا فيها فتحة تكييف خلفية، وهذه السيارة من الخلف، وهذه ستايرها الفل كامل، تيجي فيها سماعات جانبية زي ما تشوفون الخاصة بالنظام الصوتي انفينيتي. هذه السيارة من الخلف حلوة وواسعة الأزيرة، سيارة راسية، سيارة حلوة. عندكم برضو منفذ طاقة هنا موجود. ننتظر شكل 2017 مواصفاتها وسعرها، يعني اذا جاء سعر مبالغ فيه ممكن والله الخوف يجي سعرها 130-140 بالنسبه للفل. الواحد صراحه يطق له جينيسيس، اطلق له بالاول والاخير سياره دفع امامي مهما كان، يعني صراحه سيارات الدفع الامامي لا تقارن مع الدفع الخلفي ايش ما كان، لان الدفع الخلفي عندكم بالرساوه تكون افضل وافضل. اما الامامي الظاهر والله اعلم انه يمتاز، بس بعمليه اقتصاد الوقود والثبات او التحكم في السياره يكون اسهل من الخلفي فقط. اخوان الكرام لا تنسون اضافتي على حسابي في سناب شات موجود عندكم تحت، وبرضو هذا معرض المهرجان خصي يعني مختص اكثر في الليكزس، وهذه السيارات الليكزس المتوفره عنده زي ما تشوفون، اغلب السيارات اللي عنده الليكزس زي ما تشوفون اخوان الكرام. طبعا اخوان الكرام هذا هو المعرض، رقمه تحت موجود، حسابه في التويتر موجود عندكم، اللي حاب يتواصل معها ويسأل عن الأسعار أو يزور المعرض كل شيء موجود تحت في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله.